انتوا تستغربوا هذا الحكي من 2005 2006 بدانا في التفكير في كانت العينه موجوده عندنا، يمكن لل 2011 تجارانا وعملنا اول عمليه اطفال انابيب. اما والتحدي، كيف نجحت في هذا احداث هذا الاختراق في تلك الجدران الصماء التي وظفت لكبح الحياه؟ والله ما انا عارفه اوصف لك الفرحه اللي احنا فيه، وفرحة الكاملة عن جد عن جد، وانت معنا ان شاء الله. يعني أولها كنت شوي معارضة، بعدين فكرت فيها أنه هو بكون عمره 50 وأنا 50، يعني يمكن صعب في هاي المرحلة يكون في إنجاب. فأنا كثير فخورة فيها هالتجربة.